بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن على عهد جبهة القتال حيث يقوم مجاهدين الأبطال بالتجهيز صاروخ كونكورس لتدمير أحد دبابات عصابات الأسد على جبهة كتيبة الصواريخ وقناة السور الحر تنقل لكم حصريا هذه العملية البطولية لأبطال المجاهدين. وفي هذا اليوم يتم عقد ما يسمى بمؤتمر جنيف 2، وهذه العملية ردا على المتآمرون وليس المؤتمرون. هنا نشاهد كتيبة الصواريخ، وهذه هنجارات الطيران داخل المطار العسكري. أسمعك أسمعك. ماشي، استلمت. أعوذ بالله، المساء ما أقدر أتحرك لأني مشغول شوي، جد مسافة. استلمت. بدي الليزر 2884. إيش قد هاي؟ 2884. إيه، من هي؟ قصة الجهاز 2884. إيه يعني 2 كيلو 884. 2884. ايه ضحك، 2884. هذه كتاب اجنبية تقريبا، بس قصته بجهاز البشائر، كان عند البشائر جابوا الشوط الموضوع. في عسكريين هون يتمشوا، الحمد لله هناكم فوق النص طيارات تشتغل شغلتها بعيد 7 كيلو. انا اتخلي عسكري يطلع على الدبابة ان شاء الله. سم الله عشد هين اذا ما رأى الشيف يا رجل معنا قبل ما تغيب الشمس. بس تجمع، بس تجمع انت ترشقوا لان نسك سهلة العالم هون بتقدر نجمع هاي غلطي دائما بعدها بعدين لان نسك الشيء نجي نراقب اي حركة لمعة ولا تروح للجبهة. يلا توكل على الله. هين يمو يا حزينة يلمحك المنطقة هاي من هني ايش اعتمد على شنو ترمي؟ اي هدف مبين شالكة اضربه. يعني يا ابو مين بالله؟ يا ابو علي، يعني الدبابة صعبة عليك شوي؟ صعبة ولا الدبابة؟ خلص توكل على الله، روح عند ابو عبدو، شايف الورد عبدو بيه حجرات، كانت قاعدة هناك. تمام؟ هم تحميك؟ علم. ما بعرف، شو هو الدبابة؟ 400؟ لا ما. وهنا يشاهد الرائد عبد الرحمن ابو محمد قائد المجلس الثوري. ويشارك أيضا قائد العمليات المقدمة أبو عبدو. صور ماني فاهم ترك المنظر انت في الجو يمي بعد
ماسك البارود بنجد شوي. شنو خلينا نشيله؟ شيله حاله خلينا نركز بعدين نجيبه. الحقك لا تفرح لانه احتمال يكون لهم رابط من البناء هذا. لا تفرح حركة. بس وقت كل ساعة يعني يمكن يكسفوا مكان مسجد يجيبوا ما في غير رقمة تأثر شوي ما في غير رقمة تصيبه والأخرى توزع عشان إذا ما صابت ما يروح يعني عدد كبير كله على الله. بس تعبي رمل أبو علي أرسل تعبي رمل تعبي منهم تعبي منهم تعبي الحركة احتمال يكون لهم راصد بالغرفتين قدامه. طخي تصور الهدف؟ ايه في كاميراني؟ لا بس بلش الصاروخ بدي اروح لعنده راح اروح لعنده يطلع الصاروخ وكمل على ملاحق الصاروخ انا في كاميرا ثانيه هني في عندهم كاميرا بس لا موقف معه انا بس لا شوي بس موقف معه انا بس لا يخلصوا الشباب حتى ما نجمع جنبك هون تيجي جنبك عادي هون ما هي أرسل شوفوا ما حتقعد وراي لا ما راح نضل وراك روحوا غيره أنا يكون غيره بعده يا بعده أنا راح عنده بعده ما عاد بين عندك الهدف اللي بده ينضرب؟ ما اعرف اي منهم بده ينضرب بدك تلحق الصاروخ لا يقول لي بعد عني لحتى تشوف
عقاب واحد عقاب 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 واحد عقاب 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 واحد ثمانية عقاب صعب تغيرني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تدمير دبابة الله أكبر الله أكبر بصارخ كونكورس أبطال المجاهدين الله أكبر ولله الحمد هاي قناة سور الحر تنقل لكم حصريا الله أكبر كان معكم مراسل سور الحر سمير الديري الله أكبر